لا من يعني خلي هيدي الاول يعني. لا لا الكل مين زعلان يقول مين زعلان من التاني مين؟ او حصل موقف أنا شايله في قلبه اي زعلانه مش زعلانه يعني مفكره انه دينا زعلانه مني كانت بالاول كنت دايما يعني كنا هيك انا بنت كثير مع بعض مؤخرا يمكن انت قربت الناس ثانيه مثلا لا اوكي تحلليش في بدينا تجاوب وزعلانه منه في حاجه قالت له انا مش زعلانه منه سهيلة قالت دينا زعلانة مني بحاجة أنا حاسة إن دينا زعلانة أنا جاي أقول اعتراف إيه بتزعلانة؟ يا رفايد استنى قلت لها أنا مش زعلانة أنا مش زعلانة منك بس أنا حاسة من أيام اللي هي قبل الأكاديمي إن أنتِ متغيرة مليون فوق ال 90 مليون درجة وقالوا أنا محمد عباس بيحكي عن مروان بيحكي عن حنان لمروان أنا ممكن تخلي محمد مش فاهمينه قلت ان انا لازم اعرف ازاي ما اعرفش بس مش مشكله مش مشكله سعد ثواني يا سعد مش وقته انا مش بقول انه حاجه قالوها برا انا صدقها لا يعني صدقتها من بعد ما شفت عادي قلت ممكن انا زعلتك سؤالي ليك هو اذا انا عملت لك حركه زعلت لا والله يا مزيان قلتي لا انا شخصيا كتير بليد عارفني خايف عليك والله عارفني انت خبالي بيمثلوا عليه اوكي وبيمثلوا الدور كويس وانا مصدقهم والناس بيفتكروني غبي انا مش غبي يا جماعه انا عارف كل شيء بس بطلب من الاشخاص دي اللي بيعرفوا نفسهم كويس انهم ما يمثلوش عليا تاني بيمثلوا عليك بس خلاص في كل شيء هو عايز يقول كلمه خلاص شكرا وانا عايز اوصل للناس اني مش غبي واني مش طيب بالدرجه اللي انا اصدق فيها كل شيء بس هو مش قادر يقول على فكره على فكره انا برضو نفس الكلام برافو زفر ايه يا انا عارف انا بغيت مغني وعلى فكره وعلى فكره بغيت مغني وعلى فكره انا ممكن اقول للاشخاص بس انا مش حابب مش لا مش انا مش اسمع مش حابب اقول اللي بيعرفوا نفسهم بيعرفوا نفسهم كويس جدا كويس جدا بس انا عايز ما يمثلوش عليا اكتر زياده لان فاهم كل حاجه ايوه كان التمثيل مستمر يعني التمثيل مستمر كتير وده بيضايقني جدا وبيضايق الناس الناس بتفكر اني طيب جدا انا لا طيب الناس بتفهم غلط الناس يعني ايوه انا كمان اوكي الناس بتفكر اني انا طيب كتير انا مش طيب انا انسان عاقل وانسان بفكر انا بس مش عايز انا مش ببسل اوكي ما قالكش انت طيب بس مالك غبي انت اوكي بس لا انا قصده طيب مش طيب بس ساذج بس انا ما انا ما بعرفش امثل اوكي قصدك انه انا واضح في ناس هون بيناتنا كثير شاطره بالتمثيل اوكي ما اعرفش امثل بس اللي عايز اقوله انه ما يمثلوش علي ثاني ويبقوا على طبيعتهم اوكي احسن 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 ناس هم اللي يكونوا على طبيعتهم فهمتي ما كيتصنعوش وما كيمثلوش بش بينوا العلم اننا اوكي انا فاين انا كويس اي احد يمثل يعني انا ما اعرف انا ايش تقصد مين بس انا بتكلم منطقا اي احد يمثل بيجي موقف وبيطلع على حقيقته سواء يعني لا يعني ما لاش ادرا بيحصل لا 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 علي معاك ومع غيرك ثاني شيء يعني العالم عم تشوف غيرك العالم لا العالم اذا انك انت طيب ومو معناته انك غبي وكل الناس عارفين انه انت طيب انت انسان ما جيت تدور مشاكل ولا تدير هو ده اللي عايزه انت ما جيت مستقصد احد بس انت لك شيء تبغاه اللي بيحبك على عيني وراسي وخذ اللي تبغاه بس اللي بيأثر عليك اكثر انه بتشوف ان التمثيل اوفر مستمر اوفر ومحدش اوفر والناس مصدقه اوكي الناس مصدقه والناس عايزه انا عايز الناس تفوق يا جماعه الناس تفوق ان احنا نكون ايد واحده وان احنا نثبت للناس ان احنا مش جايين نمثل عليهم مش جايين نمثل عليهم جايين نبقى صراحه مفيش سيناريو مكتوب لينا مفيش ناس بتعمل دراما على حساب ناس عشان تكسب ناس للاسف الكلام ده بمجرد ما دخلنا بمجرد ما مين قال لك يا على فكره انا بتكلم يا جماعه جايز طب جايز شرفكم اسمعوه اسمعوا خلي سعد يسمع بمجرد ما دخلنا البرنامج من اول يوم كل حاجه اتغيرت في ناس قوي كانت فيك قدام الكاميرا احنا شايفينهم ان هم فيك وما زالت بس في ناس شايفاهم بره لا ضعف ضعف طلع بعض طلع بعض طلع بعض طلع بعض طلع بعض في ناس بيجي لكم فايده جايز
بالعكس يعني الاشخاص يا عم الناس دي الناس دي من هواياتها التمثيل. اذا قلنا له شخص انت يا شخص او يا شخص وانا ما ينفعش ان انا اطلع قدام الناس اقول والله انا والناس تكرهني يا عم يا عم اطلع بعد بكره يا عم اطلع بقى صح يا كذا صح لو انت هتقول للشخص ده انتوا عيال اصلا ومش بليز بليز يا دين عايز اقول حاجه لو انت قلت للشخص ده انك يا شخص بتعمل كده وكده 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 او الشخصين كل واحد طالع لك بفكره كل الناس فانز وهيفهمونا غلط بصراحة خليني اكمل تمثيل كلنا بنكمل. انا اول ما اقول ده يعني فكرت انا انه على الصفا وصفا وبتسال. لا 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 حبيبي 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 انا عم بحكي حبيبي حبيبي لو خليني اضايقك اقول لك مضايقني انا اثبت لنا ثاني على السجل بديعه خليني اولا انا في انا من وقت ما دخلت الاكاديمي كلكم كنتوا تعرفوني كان عندي مشكله مع حدا من قبل كامل كانت عندكم صورة حسنة عند أنيس وبعض حتى الوقت الحمد لله وأنا أحاول أني حتى إذا صاروا مشاكل نحن كلنا خاوة صح؟ كلنا إخوة حتى إذا صاروا مشاكل بيناتنا يقعدوا مشاكل ولكن الخطأ في المشكلة لما تصير أنه تندفن إنه بسكروا الشيء اللي صار في الأكاديمي أنا من وقت ما جيت الأكاديمي لاحظت هذا الشيء يعمل مشكلة تندفن هذه المشكلة زي دعمل مشكلة تانية تندفن المشكلة هاي يعمل مشكلة تانية تندفن ما فيش وقت يتصلح وما فيش وقت يصير يتفسر الموضوع ما كانش وقت يتفسر الموضوع فمن هذا المنطلق يبدأ لا يبدأ تمثيل يبدأ تمثيل والناس برا تفهم هذا الشخص كأنه بريء كأنه بريء اوكي هو عامل مشكله واندفنت وعامل مشكله ثانيه واندفنت ثالثه ورابعه وخمسه مش مع شخص واحد بس مع شخص واحد مع اشخاص وانا هذا الشخص انا لاحظته يعني كلكم عم تعرفوا شخص واحد عرفنا احنا هذا الشخص يطلب كفايه او نحن يلي مزعوج من الشخص يقول له مباشرة أنت عملت وفي أشخاص تانية راح يوضحوا الموقف معه أو مثل ما قال محمد سعد في ناس برا راح تفهمنا أكثر غلط فنوقف هذا الموضوع من هلا تمام أنت أشياء متضايقة منها أشياء مثلا زعجتها ونحن منتفق إنه هيدا الشيء اللي بنحكيه يضل بيناتنا أنا صراحة مزعوج من سهيلة بشغلة إنه لما جيت حكيتي لي قلتي لي إنه أمك حكيتك عن حدا قال لك إنه بيحكي ورا ظهرك او شيء كذا كذا قلت لي بنسكر الموضوع هون انا ذكرت الموضوع انا مع هيدا الشخص ما تغيرت ولا 1% ما حسستك ولا حسسته انه انتو حدا زعلان من بعضكم او في شيء بيناتكم او حكي عنك او حكي عنه نزلنا على الجنين اللي تحت صارت تبين كذبه ورا الثانيه وكذبه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه انا ما حكيت اوكي فتحت الموضوع مع هيدي فتحت الموضوع مع موبايل فتحت الموضوع مع مرتضى قدامي نحن وقاعدين خلينا نحكي بليز اوكي انا صراحه سهيلة انا صراحه ما جيت لعندك حكيتك انا صراحه ما جيت حكيتك لانه انا حدا تضايقت كيف حدا وثقت فيك وحسيتك فكرتك اني حدا وثق فيي انا حدا انضحك علي بهاللحظه يعني انت ضحكت علي بلحظه انك طلعت من الباب وخبرت نص الاكاديمي لا استنى هداك اليوم كنا قاعدين بجنين اوكي فمرتضى سالني لي انا شايف المسؤول قبل ما تجي على جنين لو كنت بالستيج يعني في شيء كثير بحكيها طيب بس في عظيم انا الحكي لي انا قلتي لي انت قلتي لي شخصيا لي انا لان حدا كثير بعيد لا لا انا حدا كثير بعيد عن دي انا حدا كثير بعيد عن المشاكل خليني احكي انا حدا كثير بعيد عن المشاكل انا بيجي لعندي شخص بده يرتاح بيحكيني بقفل الموضوع بدفنه بارضه بس انت جيتي لعندي قلتي لي خليني احكي جيتي لعندي قلتي لي انه انت امك دقت لي كذا كذا انا رحت معك للاخر رحت معك للاخر جربت ساعدك قد ما فيي ما كون اذى اشخاص ولا انت تنأذى من اشخاص ولا حدا يكون مأذى من 100% طلعنا من الباب لقيت انه انا في 10 غيري عارفين وانت بوقت انه انت قلتي لي يا سهيلة يا سهيلة انت قلتي لي انت الشخص الوحيد بصفي رفايل مبدئيا سهيلة
بنعاتب بعض عشان ما حدش يشيل من الثاني. طيب اوكي، هو يعني الراجل بيتكلم وهي ترد بعده. مثلا من مروان لما تشوفيه ما تقوليش صباح الخير ولا وشك ولا لك صباح الخير. لا سؤال سيبيه يحكي لحد الاخر وبعد ما تسمعي الكلام كله رد عليه. انا لما حكيت عن لا ما انا دي مظبوط طبع منيح، معك حق 100%، معك حق 100%. منه منيح يعني حدا بتكون قاعده هيك متزعجه من شيء، اي حدا بيسالني سير هيك وهيك يعني كذا شخص حكيت له كذا شيء، طيب عظيم. ولو يسالني ويقول لي سهيلة انت حكيت له عن جد يعني معك حق، معك حق 100%. انا من اول اكاديمي من اول ما فتنا على الاكاديمي خيلي كانت حديثي ولا ما ضعيش افكاري، من اول ما فتنا على الاكاديمي لهلا لوقتها ما حكيتي لي الخبريه ما كنت ولا شوي قريبه مني وما عم مش عم بقدر اركز. مروان الحديث تحت بجنينه صار سهيلة انه الفتو على الايفال اوكي تعلت الطبقه وانيس فات بالحيط بالغنيه ركز معي طلعت كمان يحكيكي اما لقيتك اختفيت عظيم. انا هون شو اخذت؟ لا استنى كنت قاعده كنا انا هو النودل اوكي بس اللي كانوا معنيين بالحديث خليني يحكوا بالاذن انا تما اكون كذاب وانا هلا الحديث يحو اذا بدك مسجل يعني بعده مسموع دقيقه انا عم بحكي اللي حكى تحت. لا كان اصلا معنا كنا كلنا مع بعض انا وهي وهاد ومروان قمت حليت الموضوع. ليش حليت الموضوع؟ لانه هادو كانوا يحكوا في نفس الوقت في الموضوع وكانوا يحكوا عليه وطلعت فيه كذا مره صح ولا لا اوكي اوكي فيها ترك ادوار بس فيها ترك ادوار لبعضنا سهيلة بس هيدا الحديث سهيلة بس فيك تسمعيني بليز ولا سهيلة بس فيك تسمعيني شوي لا 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 خليه يحكي عنه اللي ايه ولا لا لا خليه ما هي ما خصها بالحديث سهيلة هي ما خصها بالحديث هي بالعكس دفعت هي بالعكس تحت دفعت عني دفعت عني سهيلة بس تحت دفعت عني حتى ما كنت دفعت عني كيف دفعت عني انت قلت له انه انت انا مبسوط انت بتحكي الموضوع اوكي اوكي سهيلة اسمعني خلينا نضل معك ما بين شيء تبلش جايز قبل ما تتكلم ممكن تقول له سهيلة اذا خل حل حاضر لا لا ماني ماني وخش لا لا انا هقول كلمه صغيره لحد هلا مش متذكره قلت لك لا ام بلا انا متذكره قالت لي انه ايش ما انا بستغرب ما بين خليها بعدين بتشرح اجت بالصدفه قالت لي هلا قالت انه اجت بالصدفه سالتني كذا مره شو بكي شو بكي مع انه كنت مع ما بين في الموضوع اوكي وزعلان اجت سالتني كذا مره اصلا انا يعني لدرجه انه حكيت موضوع بلا ما من كثر ما اني زعلانه وهيك ماني عارفه كيف اخذته وحكيت معه يعني انا متذكره انه شخص واحد اللي اوكي سهيلة بالاذن منك بس انت جوا قلت موسيقى كنت رافضه تقولي انه انيس كنت رافضه تقولي على الهواء جينا بعد الظهر لهون قلتي لي انت هيدا ابن بلدي وبحبه وعلى الهواء حكينا الخبريه ليش حكيت الخبريه على الهواء وشو ما كنت رافضه تحكي ما عم بفهم مواقفك يعني انا اليوم انسان بصير اطلع انه هالانسان يا خيي ناوي تصلح ولا ناوي يتعقد الامور يا عم يا سهيلة ما عم بحكي الله سهيلة بس لحظه خليني احكي كلمه انا بس عم يطلع الدم على راسي هلا بس خلي ست حكي بتحكي بس خلي ست حكي يحكي خلص ما انا ما فهمت الناس بس حاجه انا فهمت الناس يوم الجنينه انت ما فهمت الناس والناس فهموا غلط مش نقولها لك مش نقولها لك ناس فهموا غلط ليش ما جيت بس مين فهم غلط ليش شو حكيت عنه ما بال حكيت عنه شيء وما ما كنت عارفه الموضوع سهيلة في ظهري انه انا سهيلة. يعني سهيلة 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 عشان فتحنا الموضوع قدامكم اوكي دفعت عن خلينا نحكي مو بدي تحضري دفعت عن اكثر من كان في يحكيني ايه اكثر يا سهيلة اكثر من خمس مواقف اسمعي لا انت هي ما راح اشطت لي ما فيها تقول لي فلان وفلان وفلان طب ليك كذا مره سهيلة في سؤال سهيلة ثواني بقى ثواني عشان انا حصل الموقف ده معايا عشان كده بقى في مواضيع بتتفتح ثاني انت جيتي قلتي لي ايناس ماما قالت لي ايناس عامله معاها مشكله حصل الموضوع ايه حصل ايه حصل قلت لي هكلم ايناس سيبيني اكلم الاهل ثواني بس سهيلة لو سمحتي اكمل كلامي جيتي قلت لي ماما قالت لي ايناس ما قلتليش انيس خالص انا قلت لي مر المشكله بعد المشكله جاز بعد المشكله انا قلت دينا بليز ممكن ثواني اوضح حاجه وضح بس قلت لي ماما اتكلمت على ايناس قلت لي ماما قالت لي ما تكلميش ايناس تاني في التليفون قلت لك ليه قالت لي كده قلت لي عشان في مش انا مش مصدقه كلام ماما وانا هكلم ايناس لان ايناس دي صاحبتي جدا وما اقدرش بس كده ابعد عنها ما كلمتيش ما كملتيش قعدتي تحكي لي ايناس عرفتيها ازاي واتقابلتوا في بلد ثانيه تمام قلت لي هكلم ايناس ثاني يوم وما حصلش تليفونات قلت لها اكلمها يعني لما يحصل تليفونات كلمتيها بعديها مش عارفه فتره ما قلتليش ان انت كلمتيها سالتك انا سالتك قلت لي كلمتي ايناس يا سهيله قلت لي كلمتها وكان في سوء تفاهم بسيط وحصل خير
ما كانش في انيس خالص. ما حكيت لكش ليه مضطره احكي لك على انيس. دينا. لا مش مضطره. لا لا سهيله مش مضطره سهيله. بصي قالت لي ايناس ما تزيديش تحكي معها، وقالت لي سهيله فلان وفلان كذا شخص وفلان وفلان ما تحكيش معهم. ليش؟ ابن بلد سهيله مبدئيا. حكيت لك صح في التليفون لما بيقولوا اي اسماء اشخاص بينقطع الخط بينقفل الخط. انا ايوه شخصين مرتين يا عمي مش هلا. وشكون كنت عم دينا ابعدي عن كذا. قلت هلا انه فلان بالمعنى. قالت لي ايناس قالت لي ايناس اربع اشخاص مره واحده. دينا دينا الموضوع يخصني انا. اوكي دينا معلش دينا لا موضوع دينا انيس نسيم خليني نهدر نسيم خليني نهدر الموضوع يخصني انا يا جايز يا جماعه. اوكي الموضوع يخصني انا وانت يا سهيله. انت بنت بلادي انت بنت بلادي ركز شوي انت بنت بلادي. اوكي انت بنت بلادي. طيب من وراء كامل هذا الشيء احنا في طاولة صراحة انا مش جيت باش نضارب معاك ولا باش نعاود نفتح الموضوع مرة واحدة اخرى ولا يكون عندنا مشكلة مرة واحدة اخرى ولا يكون في حقد حقد بيني هو هذا النقاش هو بالهداوه ما يكونش في حقد بيني وبينك مره واحده اخرى. احنا هذا الحكي راح يخلص دوكا. ما تقطعينيش على بالي حتى خاطرك حبه تهضري. ما تقطعينيش خليني نهضر وكملي. اوكي الموضوع هو انه العالم دوكا برا ناس ناس يحبوك انا احترمهم. انيس بس كلمه فيك تحكي بالدارج تنفهم عليك. اوكي انا بحاول بس لا اي بس بحاول بس نقدر بس نقدر نفهم الموضوع لا نفهم ايش عم يصير. اوكي ناس حتى برا في عالم برا تحب سهيلة. اوكي انا احترم هاد الناس بطريقه برا ما راح تبقى ما تتوقعيهاش ما تتوقعيهاش. اوكي في ناس فهموا انا نقول لك علاش فهموا انه انا حقرتك بمعنى ايهاب ستاند فيك يعني انا بنت بلدي حقرتها وفهموا انه مروان وقف معك وفهموا انه علي وقف معك وفهموا انه ما بال وقفت معك. شفنا لي ميساج في السوشيال ميديا. لا علينا ما بال. يا سهيله يا سيلتو بليز سهيله انت بنت بلادي خليني اكمل خليني اكمل. علي ما لحقش ميساج من السوشيال ميديا قال لك شكرا على وقفتك مع سهيله. صح دابا اسحب الافكار لانه ما بدي اشوف شيء. الفكره اللي صارت انه انا غلبت انيس تحت انا وقفت ضده مع انه انيس انا علاقتنا من الاوتيل لهون لهلا يعني هي هو بيعرف قديش انا وياه يعني اصحاب. انا تحت علاقت انا وياه وغلبطته كنت عم بسمع كذبه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. قلت لك يا سهيله حكيتيهم قلت لي انا ما حكيت حدا تحت كنت عم تحكي وتكذبي يا سهيله يا سهيله. انا سالتك تحت انت حكيتي قلت لا انا ما حكيته كذا مره وقلت لك ما بال انا بلا حكيتيني بالستيج وانا حكيت ما حكيتي هايدي هايدي يا سهيله يا سهيله عظيم. طب ما تبرري ما عم اقول لك انه انا تحت سالتك بعدك عم بتكذبي بوجهي. ما قولي لي يا سهيله يا سهيله يا سهيله ما عم بحكيك ما انا عم بحكي مش عم بحكي. انا سالتك حكيتي حدا غيري بالموضوع وكان مرتضى قاعد حدي. انا صراحه مش اخذ بالي انه انت عم تحكي حدا غيري بالموضوع يعني انت ترتاحي بالاكاديمي بتحكي 13 غيرنا. كم انا فهمت هكذا وكنا فاهمين هكذا. قاتلك ايماك بعدي عن شخص اسمه ايناس. اولا ما تقطعنيش شيلتو اسم ايناس ما بقول لك ايناس ابن بلدك ما بعرف انا وش قاتلك ايماك. انا ما بعرف وش قاتلك ايماك. اوكي قاتلك ايناس ما تحكيش معها وربع عيبات. اوكي اربع عيبات 17 عبد. اوكي اربع عيبات قاتلك ايماك انت ما تجيش تهضري معها. اوكي انت انا شخصيا لو يما فهمت انه قاتلي بعد على بنت بلدك انا هذا الموضوع ما نجبدوش لاي حدا. واذا عارف انه بنت بلدي انا هذا الموضوع ما نجبدو لاي حدا. نجبدو لشخص واحد برك. شكون هو شوكاني؟ شكون هو؟ انا مشوكي منك يا سهيله. خليني اكمل يا سهيله. مشوكي مش مشوكي ما تعبريش عن احساسك. خلينا انا نكمل بعدك انت قولي لي انت اذا كنتي شوكي ولا اليز ولا باش تكمل عبك راح الحل. انتم زوج غير تهضروا ما خليتوليش لان الموضوع زعما تكملش لان انت قطعي فينا. خلينا نحضر نكمل جمله مفيده وهضري حدك. عم تسمعي من خلال مرتضى انه انت حدا بتحبيه هو مش شايف انك حدا بتحبيه. تعالي لعنده خبرك ليش ليه هالسيناريو يا سهيله. ما عم تحكي معه ما بحكي معه. المفروض الناس كيف فهمت برا الناس كيف فهمت. شوف ليك مثل ما الناس فهمته غلط انا كمان فهمت الناس فهمت غلط. استنى فهميني. استنى فهميني. مثل ما الناس فهمت انه شانتيل بتقول خليني كمل. مثل ما الناس اسماء مروان ايه انت حكيتي هاي الكلمه حكيتيها انت. انا شو مره قلت لك؟ لا مره مره ما بعرف ليك انت حكيتي معي هيك. انا بدي اسالك انا حكيت شيء انا بالنسبه لي ولا مره سمعته اصلا. موضوع عباس حكينا بس البارح بس البارح الحمام. ايه بس انه حاسه انه دينا وعباس بحبوا بعض. قلت لك حبيبي دينا وعباس مثل الاخوه.
ايه وقلت لك انه شو قلت لك انه لابقين لبعض شنطات صح ولا لا قلت لك انه لابقين لبعض خذوا اسراركم صغار قلت لك انه لابقين لبعض مش واضح اخر مره اخر مره خليني مش واضح اخر مره مش مثل ما الناس لا مثل ما الناس فكرت انه سهيلة تعمدت انها تغلط انيس وهذا الشيء اللي وصل للناس واللي الناس حكيت عليه اكيد برا كما هكا وصلت ليكي برا حكي انا ما بعرف برا شو حكي ما بعرف مثل ما طلع بين للناس انه سهيلة تعمدت انها تغلط انيس في الايفال وانه لو طلع نوميني راح يكون بسبب سهيلة لانه وطت له طبقه او ما بعرف شو صح ولا لا مثل ما هيك الناس هم فهموه غلط مثل ما انا فهموني غلط مع انه انا ماني عارفه غلط ازاي هم ما قالوا شيء كل اللي قال على انيس لأنك نزلت وعم تحكي بهالطريقة كان فيك تجي لعند مرتضى أنت بستيج أو شو ما ترى تقولي له أنا بس ما تتعمدي تقعدي يا سهيلة هيدا هي تعمد يا سهيلة مش أنا تعمدت مشان بين صورتك منا مليحة قدام العالم تبيني انك يا صح انا تعمل بالضبط انت ليك انا شو غلطتي حتى بين حالي بريئه لك هو اللي حكى في ظهري مش انا اللي حكيت في ظهره حتى بينك